بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة ثالثا الدليل الثالث وهو أننا نستطيع أن ندرك صورتين مرئيتين معا ونستطيع أن نقارن بينهما فنقول مثلا إنهما متباينتان أو متماثلتان أو متساويتان عندك الآن أنت تفاحة بجنبك وتفاحة أخرى فتقول متماثلتان تحكم على الصورتين بهذا الحكم أنهما متماثلتان أو متباينتان تفاحة وموزة أو متساويتان تساوي من جميع الجهة لا بالتسامح لأن التماثل هو الاتحاد في الماهية المهية النوعية أو تقول هذه خمسة خمس تفاحات خمسة موزات من حيث العدد تساوي نعم من حيث العدد وليس من حيث المادة أو إن إحداهما أكبر من الآخر أو الأخرى أو وإن إحداهما أكبر من الأخرى من صغيرة وإمرأة والآن إذا فرضنا أن كلا منهما منتقشه في جزء من البدن الكبير والصغير وادراكهما عباره عن ذلك الارتسام او الحلول الخاص فلازم ذلك ان يصبح كل جزء من جسم المدرك يعني الانسان المدرك قادرا على إدراك نفس تلك الصورة المنتقشة فيه فحسب وألا يكون له علم بصورة أخرى نعم لماذا لأنه إذا احتلت الكبرى المكان لا مجال للصورة طبيعة الانتقاش المادي هكذا أمثلك لك به مثال حسي أنت الآن عندك اللون الأصفر واللون الاسود مثلا هنا التماثل متماثلا في اللون نعم متباينا في الفصل هذا اسود وهذا اصفر فتصبغ انت منطقه من من المكان بالاصفر ثم في المنطقه نفسها تصبغ بالاسود الاوسع اوسع من الاصفر الاصفر يختفي طبيعة المادة هكذا طبيعة المادة هكذا فلازم ذلك أن يصبح كل جزء من جسم المدرك قادرا على إدراك نفس تلك الصورة المنتقشة في فحسب وأن لا يكون له علم بالصورة الأخرى إذن أي قوة مدركة تدركهما معا وتقيس إحداهما إلى الأخرى دليل جدا متين في النفس عندك صورة اللون الاصفر صورة النفس اللون الاسود وين كان الاسود منبسطا اوسع حجما لا كل في مرتبته هذا دليل على التجرد اذا اي قوة مدركة تدركه معا وتقيس احداهما الى الاخرى فلو فرضنا وجود عضو عضو, عضو مادي اخر يدركهما معا فان نفس المحذور يعود مره اخرى لان يعني الكبيره تغطي الصغيره او الصغيره اذا احتلت مكان الجسد لا يبقى مجال للكبيره فندرك واحده فقط منهما. لأن يعني كل عضو مادي آخر يدركهما معا وتقيس إحداهما إلى الأخرى فلو فرضنا وجود عضو مادي آخر يدركهما معا فإن نفس المحظور يعود مرة أخرى من أين جاءت هذه المعية؟ الأولى تغطي الثانية والثانية تغطي الأولى نعم لأن لكل عضو مادي أجزاء فإن كانت فإذا كان الإدراك عبارة عن انتقاش الصورة في محل مادي، فإن كل جزء منه يدرك تلك الصورة المرتصمة فيه فقط، وبالتالي فإنه لا تتم أي أية مقارنة، إذا بد أن نسلم هذه نتيجة بوجود قوة مدركة مدركة بسيطة تدركهما معًا. فالإدراك المادي المادي منتفي، وهي بوحدتها وببساطتها تجد الاثنين جميعا ومثل هذه القوى لا يمكن لا يمكن ان تكون جوهرا او عرضا ماديا وبناء على هذا لا يصبح الادراك انطباع صورة في محل المادي بل هو مجرد في دائرة نفس مجردة وبهذا الدليل أيضا يثبت تجرد الإدراك وتجرد النفس المدركة هذا دليل دليل جدا متين وأنت جربها الآن عندك هذا المصباح الكهربائي المستطيل في غرفتك في المدرسة تأمل فيه تجده في دائرة إدراكك الآن تأمل فيه قسمه إلى قسمين لا يمكن لا يمكن تقسمه، تقول شيخنا أنا أقسمه، لا أنت تنتج قسمين تنتج قطعتين، هذه الإضافة الإشراقية بدليل أن الصورة القديمة باقية، تأمل جيدا في هذه التجربة سهلة. صورة باقية أحدثت قسمين. نعم إذا انقسمت الصورة الأولى لا تبقى في ذهنك، إذا كانت مادية مع أنك أنت تنتج قسمين والصورة السابقه موجوده في محلها اذا الادراك لا ينقسم واذا لم ينقسم يعني ليس من شؤونات الماده وليس ماديا نعم وبالتالي يكون المحل الذي قابل هذا الادراك مجردا وهو النفس الدليل الرابع الدليل الرابع هو اننا احيانا ندرك شيئا ثم نتذكره بعد مرور اعوام عديده فإذا فرضنا أن الإدراك الماضي أثر مادي وقد كان حالا في حد في أحد أجهز أجهزة البدن فلا بد أن ينمحي ويتغير بعد مضي تلك الأعوام، لماذا؟ لأن العلم أثبت أن الجسد يتغير مدة خمس سنوات كاملا لا يبقى فيه مفردة لا تتغير. نعم، ولا سيما إذا علمنا أن جميع خلايا البدن تتغير خلال عده اعوام يقولون خمس سنوات حسب علميا وحتى اذا بقيت خلايا المخ حيه فانها تتبدل نتيجه للاحتراق و والبناء واجتذاب المواد الغذائيه الجديده البناء يعني الاحتراق والبناء من جديد يعني التاسيس من جديد واجتذاب واجتذاب يعني تسحب العناصر من الخارج من من خلال الاكل واجتذاب المواد الغذائيه الجديده اذا كيف نستطيع ان نتذكر نفس تلك الصوره او نقارنها بالصوره الجديده فندرك تشابههما تشابههما بهما نعم ندرك تشابههما نعم تشابه بين صورتين اذا عمليه الادراك الادراك التذكري عن يعني الذاكره هذا دليل على أن العلم علم مجرد صورة باقية مع أن المخ أو الأعصاب في تغير دائمي نعم ذوبان للمواد ثم من خلال الأكل تتأسس من جديد تبنى من جديد إذن تستطيع أن تقول صورة غير متغيرة والمخ متغير قياس من الشكل الثاني صورة غير متغيرة البدن متغير، إذا الصورة غير البدن. قياس من الشكل الثاني. نعم. وقد يقال إن كل خلية أو كل جزء مادي جديد فهو يرث آثار الجزء السابق عليه ويحفظهما في نفسه ولكنه حتى في مثل هذا الفرض يطرح هذا السؤال أيضا وهو أي قوة تدرك الوحدة أو التشابه؟ بين الصورة السابقة واللاحقة وكيف تتم هذه عملية الميراث ومن الواضح أن التذكر لا يتم من دون هذه المقارنة وذلك الإدراك نعم إذا هذا الإشكال أنه الميراث لا معنى له نعم لأن المواد الجديدة ما عندها علاقة بالمواد القديمة هذه انتفت وهذه حدثت نعم ويتضح هذا الدليل بشكل أعظم بالالتفات إلى الحركة الجوهرية والزوال المستمر لكل أمر مادي كما سيأتي إن شاء الله أن الحركة الجوهرية تفهم في الأنموذج الصدرائي كل شيء في سيلان في العالم المادي لا يبقى في حال وهو, وهو يشبه من إحدى الجهات الدليل الذي أشرنا إليه في الدرس الرابع والأربعين حيث استفيد فيه من المقدمات العلمية والتجريبية لاثبات تجرد النفس. نعم. شيخ مصباح في بحث العلم اختصره اختصارا. نعم المفروض يوسع فيه اكثر. الدرس الخمسون اتحاد العالمي والمعلوم. يعني المعلوم وفاعل الادراك الادراك وفاعل الادراك حقيقة واحدة. هذه من انجازات النموذج الصدرائي. نعم، النموذج الماهوي لا يقبل هذا الاتحاد مطلقا فقط في علم النفس ذاتها هنا لا يمكن أن ينفي الوحدة. مقدمة، لقد نقل أو نقل، لقد نقل الشيخ الرئيس بن سينا في كتابي، كتابي الشفاء والإشارات، أعطيك الصفحات. في الشفاء طبيعية شفاء الفن السادس المقالة الخامسة الفصل السادس الإشارات النمط السابع عن بعض الفلاسفة نقل عن بعض الفلاسفة ماذا نقل قوله إن الموجود العاقل عندما يتعقل شيئا فإنه يتحد معه وظاهر هذا المنقول عنه هو ونقل أيضا أن فرفوريوس قد ألف رسالة في هذا المضمار ولكنه سلط النقد على هذه النظرية لكنه يعني ابن سينا سلط النقد على النظرية واعتبر هذا أمرا موس تحيلا لا يمكن قبوله فابن سينا رفض اتحاد العالم والمعلوم مطلقا فقط في إدراك النفس لذاتها لأن هنا حقيقة واحدة نعم لا يمكن أن ينفي هذا الاتحاد نسينا هذا يقبله لكن خارج النفس لا يقول بهذه المسألة مطلقا عداها مطلقا كما عدا الحركة الجوهرية ومن ناحية أخرى فقد أيد هذه النظرية صدر متأليه في الأصفر وسائر كتبه وأصر على صحتها ووسع نطاقها يعني مجالها لتشمل جميع أقسام العلم وحتى الإدراك الحسي أيضا إلى أنه هو وسعها وفقا للموجز الموجز الصدرائي تخلى عن النموذج المهاوي يعني عالج المسألة في نموذج جديد بناء على أصالة الوجود و وهذا الاختلاف العجيب بين هذين الفيلسوفين العظيمين في هذه المسألة يجعل الإنسان حساسا بالنسبة إليها فيزداد شوقه إلى حلها ومحاولة الفصل بين الطرفين الفصل بين شيخ الرئيس وصدر المتألم ولهذا فقد خصصنا في خاتمة هذا القسم قسم درسا نتناول فيه هذا الموضوع بالبحث ثم تاتي بعده ياتي بعده قسم التغير والحركه نعم تعيين محل النزاع هذا جميل يجب ان ننقح محل النزاع تبين لنا أن في الدرس الماضي انه لا يوجد في العلم الحضوري بالنفس تعدد ولا تغير بين العالم والمعلوم قلت لكم هنا الشيخ الرئيس يؤمن بهذا أن العلم على مستوى الذات هنا فيه اتحاد، فيه وحدة أكثر، أكثر من الاتحاد. ومن هنا فإنه لا بد من تسمية ذلك بوحدة العلم والعالم. نعم، ليس اتحادا بالوحدة. بين العلم والعالم والمعلوم. وأشرنا إلى أن هذا العلم الحضوري مورد قبول أتباع المنشئين ومن جملتهم ابن سينا أيضا. نسينا يقبل هذا. العلم على مستوى الذات في في وحده، يعني العالم والمعلوم والعلم حقيقة واحدة. الاختلاف فقط بالانتزاع. إذا الاختلاف في اتحاد العالم والمعلوم لا يشمل مثل هذا المورد ولا سيما إذا التفتنا إلى كلمة الاتحاد. على العكس من كلمة الوحدة. نعم. اذا مساله اتحاد العالم المعلوم لا تشمل علم النفس بذاتها هذه واضحه جدا والشيخ الرئيس يؤمن بها اذا البحث اين البحث خارج العلم بالنفس علم بغير النفس ولهذا يقول وإذا الاختلاف في اتحاد العالم والمعلوم يعني في هذه المساله لا يشمل مثل هذا هذا المورد يعني العلم النفس بذاتها نعم ولا سيما إذا التفتنا أن كلمة الاتحاد على العكس من كلمة الوحدة الاتحاد تستدعي طرفين الوحدة لا تستدعي طرفين لا تستعمل إلا في مجال الذي يوجد فيه لون من التعدد الاتحاد يعني في ألف وباء تعدد ومن الواضح أنه في مجال العلم بالنفس لا يوجد تعدد أصلا إلا بحسب الاعتبار والانتزاع فقط إذا العلم بالنفس الذي يؤمن به الشيخ الرئيس ويؤمن بالوحده وحده العالم والمعلوم والعلم هذا خارج تخصصا من هذه المساله، اي مساله؟ مساله اتحاد العالم والعلم والمعلوم وظاهر كلام ابن سينا هو ان القائلين بالاتحاد يقصرون محل البحث على التعقل الذي يستعمل في مقابل مقابل التخيل والاحساس يعني يتحدثون عن اتحاد العقل والمعقول فقط اتحاد العالم المعلوم المعمول والمعلوم والعلم على مستوى التعقل فقط يعني هذا البحث لا يطال الخيال والحس صدر متأل لا يوسع لماذا؟ لأن المشاء لا يؤمنون بتجرد العلم الحسي ولا بالتجرد العلم الخيالي علم الحسي عندهم مادي وعلم الخيال عندهم مادي أما صدر المتاني يؤمن بالتجرد مطلقا العلم الحسي مجرد يعني الإدراك الحسي مجرد الإدراك الخيالي مجرد الإدراك العقلي مجرد عندما صدر المتالين ابن سينا يقول لا يمكن أن يكون الاتحاد على مستوى الإدراك الحسي والخيالي هذه أمور مادية والنفس مجرده لا معنى لاتحاد المجرد مع المادي إذا يبقى فقط الإدراك التعقلي هناك يتصور البحث الشيخ الرئيس يقبله على مستوى علم النفس بالذات ويرفضه في غير إدراك النفس نعم غاية الأمر أنه يمكن توسعته ليشمل العلم الحضوري أيضاً لأن في كلام الفلاسفة تستعمل كلمة العقل ومشتقاتها كثيرا في مورد العلم الحضوري. نعم. إلا أن صدر المتألين وسع محل البحث ليشمل مطلق العلم والإدراك. أعم من كونه حضوريا أو حصوليا أو أعم من التعقل والتخيل والإحساس وفي جميع الموارد يقول به وبالاتحاد. إذا الآن نقحنا الموضوع ما هو؟ علم النفس بغير ذاتها هذا هو بحث اتحاد العالم والعلم المعلوم نعم توضيح عنوان المسألة قبل الدخول في صميم المسألة يعني أقسام الاتحاد والدليل على هذا الاتحاد قبل الدخول في صميم المسألة لابد لنا من توضيح مفهوم الاتحاد هذا هو التنقيح المفاهيمي في اطار المفاهيم. نعم. شون كونسبتوال. لنتبين بدقة مقصود القائلين باتحاد العاقل والمعقول أو اتحاد العالم والمعلوم. ولعل الفهم السليم لهذه المعنى يساعدنا كثيرا في حل المسألة. إن اتحاد موجودين هنا يبدأ يحلل الاتحاد. ان اتحاد موجودين اما ان يكون بلحاظ ماهيتهما او بلحاظ وجودهما او باعتبار وجود أح وجود احدهما وماهيه الاخر اذا عندنا اتحاد ماهوي ما هي ا متحده مع ماهيه ب وجود ألف متحد مع وجود ب وجود ألف متحد مع ماهيه ب هذه الصور أما اتحاد ماهيتين تامتين فهو يستلزم انقلاب الماهية وذلك تناقض. الماهية كيف تتخندق؟ بفصلها. يعني هذه الماهية ألف لها فصل فصل خاص بها يخندقها. الماهية الثانية لها فصلها إذا اتحدتا يعني انتفاء الفصول أو تداخل الفصول. إما انتفاء الفصول أو تداخل الفصول وكلاهما مستحيل ويلزم الانقلاب ولا معنى لهذا الحديث إذا المهيات متباينة بتمام الذات ولا اتحاد فيما بينها لأن فرض الماهية التامة يعني فرض قالب مفهوم معين بجنسه وفصله لا ينطبق على أي قالب مفهوم آخر هذه الجملة عمل تحتها خط بالاحمر تعود الى القضيه التي دائما انا اكررها في النظم المنطقي المفاهيم بغض الطرف عن الحكايه بغض الطرف عن الحكايه متباينه بتمام الذات السر ما هو المفاهيم لا تتشابك إنها اذا تشابكت الحكايه تكون مشوشه لا تكون صحيحه هذا هو السر أما إذا جئنا إلى المحكي قد يكون التشابك وفي الأعام الأغلب هناك تشابك مثلا عندك وردة أنت وردة نور لنا مادة نور مكثف شكل جمال لطافة ولون حيثيات متعددة كلها في حقيقة واحدة يسمى المصداق في النموذج المهوي مرتبة وجودية في النموذج الصدرائي ثم نأتي إلى النظم المنطقي لا يمكن أن يدخل اللون في الشكل أبداً ولا الجمال في اللون ولا في الشكل هناك يأتي الانفصال التام مفهوم الجمال يدور في فلكه مفهوم اللون يدور في فلكه مفهوم الشكل يدور في فلكه ولا دخل لي فلكي في فلك مثل المنظومة الشمسية كل كوكب كوكب يدور في فلكه ولا يتداخل فلك مع بفلك او مع فلك لماذا السر التكويني ما هو المفهوم اذا لم يتخندق وتشابك مع مفهوم اخر الحكايه لا تاتي مفهوم الجمال متخندق بمفهوميته يحكي حيثيه الجمال فقط لانه متخندق ومنفصل يحكي حقيقه يحكي حيثية الجمل ولا يدخل الشكل في حكايته ولا اللون في حكايته هذه كررتها كثيرا لأنها في غاية الدقة والجمال بالنسبة إلى الطالب العزيز جيد إذا المفاهيم متخندقة كل مفهوم يدور في فلكه الخاص هنا يتحدث على المهية لأن فرض المهية التامة يعني فرض قالب مفهومي معين لا ينطبق على أي قالب مفهوم آخر واتحاد ماهيتين قد تامتين يستلزم انطباق قالبين متباينين على بعضهما البعض هنا في المجال اللغوي يأتي الترادف من يقول بالترادف ترادف لغوي وليس ترادفا في المعنى نعم وبعنوان تشبيه المعقول بالمحسوس فهو مثل اتحاد الدائرة والمثلث دائرة أين والمثلث أين مستحيل أن تتداخل المفاهيم وإلا لا معنى للذين طبيعة الذين الانفصال الكثرة طبيعة الوجود الخارجي النظم وجودي الوحدة نعم وهذه النقطة المهمة جدا طبيعة الذهن الكثرة الانفصال والتخندق وطبيعة الوجود وحده جعل كثير من المحققين يشتبهون هذا التمايز الذهني أسقطه على الخارج من يجعلك أنت تحكم تمارس هذا الفعل تحكم بين مفردة ومفردة فتشكل القضية لأن الخارج موحد في أبعاده الخارج يملي عليك هذا الأمر ما هي المفردة التي توصلك إلى هذه الوحدة الخارجية والوجود ولهذا تقول علي كاتب أصل هذا الأصل اللي هو الوجود تقول أنا 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 الذي أعطيك الوحدة لأن أنا الوجود هم جعلوها في الفلسفة وجود رابط يربط بين الموضوع المحمول وقائم بالطرفين هذا كله خرطي بيناه في نهاية الحكمة بالتفصيل لا 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 أبداً إذا قلنا لإنسان عالم أصل باللغة الفارسية يعني أنت التمس العلم أين في التخندق الإنساني أم في الوجود؟ في الوجود وليس في التخندق، الإنسان في تخندقه لا عالم ولا يحزنون. ما هو؟ الإنسان إنسان فقط. نعم. وأما اتحاد ماهية نوعية مع ماهية ناقصة جنس وفاصل فهو حسب نظام الجنس والفصل أرسطي الأرسطي وصف لنظام نظام حسب نظام الجنس والفصل أرسطي أرسطي وصف للنظام أمر مسلم نعم ما هي تامة مع ما هي ناقصة نعم هنا فيه تسامح ما هي تامة لا تتحد مع ما هي ناقصة تامة خلاص مش بعض. ما علاقه بما هي ناقصه الشيخ هنا لا ادري لم يبين المساله انا ابينها بينتها في نهايه الحكمه نمثل بما هي كما يقول هو انسان جنس وفص حيوان ناطق في رؤيه الشيخ مصباح على مستوى هذا الكتاب طبعا ممكن في الاصفار نضج وتعمق لا على مستوى هذا الكتاب يرى أن الماهية الحيوانية ناقصة فاحتاجت إلى الفصل يقومها حيوان ناطق تحتاج إلى الناطقية يقومها ناطقية تامة المسألة ليس كذلك الصل ليس كذلك ما عندنا ماهيتان مبدأ الهوية واحد مبدأ الهوية لا يتكون من من ماهيتين الحيوان صار فصلاً الحيوان دك وصار فصلا ذاب في الفصل ولهذا صدر ثاني يقول كل الفصول والاجناس السابقه كلها تندك في في الفصل الاخير للنوع الحقيقي ما عندنا حيوان ينضم اليه الفصل عندنا حيوان تكامل فصلا نعم هذا في النظم التحليلي في النظم الخارجي الناطقية، الناطقية، النفس الناطقية في هذه النشأة تعينت بدنا. تعينت بدنا. لي لا تصير بدنا، تعينت بدنا. نعم. هذا الناقص والتام في النظم المنطقي للفهم فقط. ولكنه دائمي ولا علاقة له بمسألة التعقل والإدراك، وفي أثناء التعقل لا يتحقق مثل هذا الاتحاد نعم هذا خارج عن البحث مطلقا وعلاوة على هذا فإن الإنسان يتعقل أحيانا ما هي مباينة تماما لما هي الإنسانية ولا يوجد بينهما أي من الاشتراك المهوي وبناء على هذا فإن فإذا اعتقد شخص بأنه في إثناء الإدراك تتحد ماهية الموجود المدرك يعني الإنسان مع ماهية الموجود المدرك فتتحد مثلا ماهية الانسان مع ماهية الشجر او الحيوان فقد اعتقد بامر متناقض ومستحيل، لماذا؟ لان الشجر له فصله والانسان له فصله، تداخل الفصول مستحيل مستحيل. وكذا اتحاد وجود المدرك مع ماهية المدرك وجود وماهية الوجود وجود اصيل. والماهية هي كيف يتم الاتحاد وبالعكس اتحاد وجود المدرك يعني الصوره العلميه والانسان المدرك فانه مستحيل ايضا واذا كان الاتحاد بين الوجود والماهيه صحيحا باحد المعاني هنا تشويش بيداغوجي نعم اتحاد الوجود والماهيه هو هنا المقصود وجود شيء مع ماهيه شيء اخر. اما اتحاد الوجود والماهيه مع حقيقه واحده. يعني انت الانسان في متن الخارج ماذا عندك؟ اصاله الماهيه ام اصاله الوجود؟ تقول شيخنا اصاله الوجود، وجود الانسان. هذا الوجود الانسان الذي يمثل مرتبه من ذلك السنة يعني الوحدوي اذا تناهى يعني في حيثيه تقييديه نفذية تعين بماهيه. ماهيه الانسان غير وجود الانسان. وجود الانسان هو المتن الاصيل ماهيه الانسان آه، متن بالعرض ما هي العلاقه بين وجود الانسان وماهيه الانسان في اتحاد هذا اتحاد الاتحاد خاص يدرس اين في اصاله الوجود نعم الاتحاد آه، الحقيقي بالمجازي هذا ما تاتيه الطالب في سياق فهمي ثم انت تنعطف الى مطلب خطير طالب بعد يتشوش في ذهنه يتشوش لماذا؟ لان يصر الطالب على فهم هذه المساله وليس المحل المحل محل بيانها نعم وان كان واذا كانت الاتحاد بين الوجود صحيحا باحد المعاني المعاني فان صح صحيح بين وجود احد الموجودات مع ماهيته هذا يا شيخ وليس مع ماهيه ماهيه موجود اخر إذا ما لا يمكن أن يتحد مفهوم الوجود، وجود الإنسان الأصيل مع ماهية البقر. من أين؟ من أين؟ من أين يأتي هذا الاتحاد؟ وكيف يتم الاتحاد مع الأصيل والاعتبار؟ إذا الفرض الوحيد الذي يمكن أخذه بعين الاعتبار لاتحاد العاقل والمعقول أو العالم والمعلوم المعلوم هو اتحاد وجودهما اتحاد في الوجود. عندنا وجود الف ووجود باء. كيف؟ والان نريد ان نرى هل من الممكن هل من الممكن اتحاد وجودين ام لا؟ واذا كان ممكنا فما هو عدد الصور التي يمكن ان يتحقق بها؟ يعني ما هي مصادق هذا الاتحاد؟ انحاء الاتحاد في الوجود يعني مصادق هذا الاتحاد. اذا وصلنا الى نقطه مهمه الاتحاد في الوجود فقط، وجود الف ووجود باء. نعم اتحاد انحاء الاتحاد في الوجود تاتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد